كشفت الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها تركيا على خلفية قضايا فساد خطيرة تورط فيها العشرات من ضباط الشرطة وأبناء الوزراء ومسؤولين اقتصاديين، عمق الصراعات بين أجنحة الحزب الحاكم وخاصة بين الرئيس عبدالله جول ورئيس وزرائه أردوغان. اعتقلت الشرطة التركية 16 شخصا بينهم ابن وزيرين ومدير عام بنك خلق المملوك للدولة في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد، واعتقل عدد آخر في إطار نفس التحقيقات، الأمر الذي يمثل أكبر تحدي لحكم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقد. واتهم القضاء التركي نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد وقرروا توقيفهما، وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان. كما أقيل 14 عنصرا من كبار الضباط فيما يتصل بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد، واعتقل رجال أعمال كبار قريبين من أردوغان، كما أقيل قائد شرطة إسطنبول في أعقاب عزل عشرات من قادة الوحدات. التهم الموجهة إلى المعتقلين من أبناء الوزراء ورجال الأعمال ومدراء المصارف أدت إلى إقالة نحو 50 ضابطا ومديرا. واتهم رئيس الوزراء التركي بعض السفراء في تركيا بالضلوع في أعمال استفزازية. وبمعزل عما إذا كان أردوغان على علم أم لا بعملية الفساد المنتشرة على نطاق واسع، فإن ما جرى يطوي صورة أسطورية له كزعيم نظيف، ويرى مراقبون بأنه لا يمكن أن تكون قيادة الحزب على غير علم بها، خاصة وأن عمليات الاختلاس والفساد التي كشف عنها لم تكتمل فصولها بعد أن قاربت 100 مليار يورو. على سبيل المثال، حجزت الشرطة بمنزل مدير مصرف الشعب أكثر من 4 ملايين يورو، كما تورط كبير المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي بعملية الفساد. الأمر الخطير الآخر المؤثر على مكانة حزب العدالة والتنمية وقوته وقوة زعيمه أنها المرة الأولى التي ينفجر فيها الصراع بين الإسلاميين، مما سيضعف موقفهم في الانتخابات المقبلة. ومن الواضح أن المسار الانحداري الذي بدأ في تقسيم وجيزي متواصل، وسبقه الفشل الإقليمي في سوريا ومصر وغيرها، الأمر الذي سيقلل من فرص الفوز الكاسح لأردوغان في معاركه السياسية.